السلام عليكم متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محلات جلال للديكور. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم فكرة جديدة، أناقة جديدة، واللي هي ماكينة صنع الفوشار. ما شاء الله، كما راكم تشوفوا عندنا دو موديل، عندنا موديل هذا شكل جديد، نفس الشيء بالنسبة لهذا شكل جديد وحجم كبير. هذا ماشي كما الحجم الصغير اللي خدمناه من قبل، هذا أكبر منه. حبيت نشارك معكم ونديروا تجربة مع بعضنا ونشوفوا النتيجة اللي راح نتحصلوا بها. كما راكم تشوفوا هذا فوشار، ها هو متواجد معنا ديما حاضر. واليوم جبت لكم السكر على الاقل، ونشاركوا بكم حاجه حلوه ونحلويوها على بعضنا كامل. متابعينا الاوفياء تابعونا ونشوفوا كيفاش النتيجه راح تخرج. اولا متابعينا الاوفياء نقوم بتوصيل الكهرباء كما راكم تشوفوا معايا موصل، ثم نقوم بوضع الفوشار في هذا الاناء الصغير، ومكتوب هنا لو ماكسيموم تاعو ما نفوتوش الاحمر هذاك. هذا نفرغوه على كل حال، هذا ما نكثروش بزاف باش يخرج لنا الفوشار تاعنا. هكذا نهبطوه يهبط منا، ها كيما راكم تشوفوا فيه، هكذا هبطناه. ومن بعد نزيدو شويه سكر باش نديرو حلو. ها نجيبو السكر تاعنا نحطو كميه سكر، ها هكذا ما نكثروش بزاف ونشوفو معاه. هكذا نحطو السكر تاعنا، ثم متابعينا الاوفياء نقوم بتشغيل الماكينة وننتظر قليلا. كما راكم تشوفوا متابعينا الاوفياء قمنا بالتشغيل، ننتظروا شوية ونشوفوا معنا. الوقت كما راكم تشوفوا ننتظروا تقريبا دقيقة أو دقيقتين. كما راكم تشوفوا هكا بدا الطيب، إلا طيشنا في الفوشار هكذا باش ما تسيح وتسيح في الإناء هذا. بدا الطيب، ها ننتظروا غير تقريبا دقيقة أو دقيقة ونص يبدا يطيب لنا الفوشار كما راكم تشوفوا. هذي حاجة مليحة في المنزل، هكذا ويبدا يطيب الفوشار تاعنا. بدا يطيب، خطا يدلنا حلو، الله يبارك ما شاء الله. هاد ما كثرتش بزاف، الله يبارك ما شاء الله. هاو طابنا الفوشار تاعنا، قلت لكمش بزاف ومازال يطيب. هكذا درنا فيه شوي سكر، على كل حال النتيجة مقبولة ما شاء الله، نظام جديد ما شاء الله. شوفوا بوشنا هاونيا، فوشار جميل أنيق رائع، مذاقه حلو، الله يبارك ما شاء الله بنين. على كل حال هذه النتيجة اللي تحصلنا عليها، يعني حاجة مليحة. هذه الحجم الكبير تتوفر فيها هذا النوع اللي منا، وفيها هذا النوع كما راكم تشوفوا فيه. كما كنا شفنا التجربة مع بعضنا، هذه هو ماكينة الفوشار. على كل حال هاهي هذه بقايا اللي بقات هنايا، أنا ما درتش بزاف، درت لكم غير شوية على الأقل باش نسيئها معكم. هو اللي حاب يديرها وحدها يديرها مالحة يديرها، واللي حاب يزيد شوية سكر يزيد شوية سكر. هذه الحجم الكبير على كل حال سعرها 280 ألف، نفس كيف كيف الموديل هذه ولا هذه 280 ألف. اللي حاب يدي هذه 280، اللي حاب يدي الاخرى 280. هذه باش نزيدو نعاودو برك انها الحجم الكبير ماشي الحجم الصغير. متابعينا الاوفياء شهية طيبه، الله يبارك ما شاء الله، هني والله ربي يبارك ما شاء الله. دقيقه فقط نزيد نذوق برك، انه لذيذ رائع. متابعينا الاوفياء هذه هي التجربه اللي حبيت نشارككم بها. كان بزاف اللي قالوا لي اسكو دير السكر ولا ما ديرش، انا سيدت فيها السكر كما كنتوا شفتوا معايا. هاو السكر وهاي الماكينه امامكم، عندنا الموديل هذا وعندنا الموديل هذا، هذو بسعر 280 ألف. نقول لكم شكرا لحسن المتابعه، انتظرونا في جديد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.